أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في المدى بعد شهرين على نهاية الاقتراع إلغاء 8% من أصوات الناخبين وإضافة أقل من 2000. في واشنطن بوست روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175,000 رجل. في القدس العربي لا وفيات بأوميكرون والصحة العالمية تحث على تفادي الذعر. في العربي الجديد الكويت تحظر دخول السفن المحملة ببضائع من إسرائيل وإليها. في نيويورك تايمز زمور الوجه الجديد لحرب فرنسا ضد المسلمين والمهاجرين. في عربي 21 داعش يكثف هجماته في العراق وتنسيق بين بغداد وأربيل. وفي اندبندنت عربية المسلمات البريطانيات مستهدفات بسبب معتقداتهن. نبدأ من مقال بعنوان الديمقراطية في العراق حسب الطلب للكاتب حاتم الفلاحي، يقول فيه: إن من يراقب الوضع السياسي في العراق اليوم يجد بأن أحزاب السلطة منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا عملت على إفراز أنواع مبتكرة من الديمقراطية تتميز بالمرونة غير المبررة لتحقيق تطلعاتها والحفاظ على مكتسباتها المالية والاقتصادية والعسكرية حتى ولو كانت على حساب مصالح الشعب العراقي، وهي تأتي ضمن سياق ترسيخ مبادئ التعايش مع العشوائيات المتحكمة والمهيمنة على السلطة بعناوين طائفية وقومية وعشائرية تعمل على تدمير كل ما له علاقة بالنظام الديمقراطي. إن ظهور فصائل عقائدية مسلحة تعمل وفقا لأجندة خارجية جعلها تفرض نفسها كقوة موازية لقوى الدولة، وهي لا تتردد في تحدي الدولة في حال عدم اتفاق اتجاه الدولة مع مصالحها. أضف إلى ذلك أن أغلب عناصر النخبة السياسية الحاكمة إجمالاً هي أحزاب وحركات نشأت في إطار العمل السري، وبالتالي فهي لم تمارس الديمقراطية في حياتها الداخلية كجهات مغلقة لا تقبل بالآخر إلا في إطار شكلي في أفضل الأحوال. كما أن أغلب عناصر النخبة السياسية ليس لديهم خبرة في العمل المؤسسي ولا سيما في العراق، ناهيك عن بعض الحركات التي تحمل فكرا شموليا في عقائدها ومنطلقاتها الفكرية، وقد ظهر ذلك جليا من خلال فشلها في الساحة السياسية العراقية. إن أكذوبة الانتخابات في العراق ستبقى هي الغطاء الوحيد لأحزاب السلطة وميليشياتها للاعتراف بمشروعيتها في العملية السياسية، والتي بموجبها تمنح نفسها حق الوجود والبقاء في السلطة. فالنتائج المأساوية التي أفرزتها التجارب الانتخابية السابقة أثبتت أن الانتخابات في العراق لم تجري من أجل بناء نظام ديمقراطي يخدم العراق وأهله، وإنما جاءت لبناء ديمقراطية ضيقة بنيت على مقاسات معينة لا يمكنها استيعاب أي جهة أو شخصية معارضة حتى لو كانت طارئة، حتى لو كانت مقبولة لدى شريحة معينة من الشعب، دون أن يكون لها توجهات وتطلعات تنسجم وتلك التي تبنتها أحزاب السلطة. لذا فنحن دائماً أمام عملية انتخابية مبتذلة لا تختلف عن النسخة التي قبلها، وهذه الانتخابات هي للتدوير وليس للتغيير. إن هذا الأمر، يقول الكاتب، إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك انفصاماً في منظومة الدولة العراقية بين السلطة الرسمية والسلطة الفعلية، فالأولى هي الأجهزة والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية الفاقدة لقرارها السيادي، بينما الثانية هي أجهزة أمنية
وعسكرية أخذت غطاءها وشرعيتها من الدولة العراقية، لكنها تعمل خارج منظومة الدولة، وهي تنفذ أجندة خارجية وتتمثل بميليشيات مسلحة ومراكز قوى متعددة ومتناحرة فيما بينها، وتتبع مرجعيات دينية متعددة وتتكلم بالديمقراطية. إلى مقال آخر عن صراع النتائج في العراق، كتب ياسر عبد العزيز مقالا في موقع عربي 21 يقول فيه: التصعيد الذي تشنه الميليشيات من خلال عناصرها بزيهم المدني مدفوع بقرارات اتخذت من سياسيي تحالف الفتح بعد أن فقد مقاعده في برلمان 2018 الذي أطاحت به ثورة تشرين، ويعني فقدان نفوذ سياسي يعد موردا لا يستهان به لمدخول مالي يرفض الميليشيات، ما يعني استمرار حيوية هذه الميليشيات وتهافت العاطلين على الالتحاق بصفوفها لتأمين متطلبات حياتهم اليومية. لكن الصراع في حقيقة الأمر يخرج عن تلك المكاسب الآنية المحدودة لأصحاب الطموحات المحدودة في الحدود المحدودة بالمنطقة الخضراء. قد يرى قرار قصف بيت الكاظمي بأنه غشم سياسي، حيث أن المستفيد الوحيد من هذا القصف هو الكاظمي نفسه، إذ إن المحاولة الفاشلة زادته قوة ودفعت إليه الدعم الدولي والإقليمي، ذلك أن العالم مهما تضاربت مصالحه يجب أن يظهر بمظهر الرافض للعنف، وهو الموقف الذي اتخذته إيران نفسها حيال العملية التي يبدو أنه لم يتم التنسيق بشأنها، حتى ولو كان الكاظمي يستحق القتل برأيها، إلا أن هذه الطريقة تحرجها وتضعف موقفها ومن تنسق معهم. هذا الحادث ركب موجته الصدر الفائز بالانتخابات ليظهر أنه ضد الانفلات وأن دولة ذات سيادة قادمة لتسيطر. 50 يوما كانت كافية للعب مباراة للعقول والسياسة تتبارى فيها كل من أمريكا وإيران على الرقعة العراقية قبل إعلان النتائج النهائية، وإذا كانت النتائج قد أعلنت إلا أن المباراة لم تنتهي، هذه المباراة كانت تجريبية لمباراة أكبر في فيينا حيث تعقد مفاوضات الملف النووي الإيراني، ومن بعيد تقف تل أبيب كورقة ضغط تهدد بضربات موجعة لطهران، وإن كنت لا أجد حقيقة لذلك الصخب والمتاح ضربة لميليشيا موالية لإيران هنا أو هناك. يتابع ياسر عبد العزيز: الحقيقة في كل هذه الصراعات والتداعيات والسجالات والتي تدمي القلوب هي أن العراق الكبير الفاعل في المنطقة صاحب أقوى الجيوش في فترة من الفترات أصبح مجرد رقعة توجه القوى ضرباتها لبعض بالوكالة، أصبح العراقي بفعل حكامه الحاليين مجرد أهداف يصوب عليها كل طرف ليرسل رسالته إلى الطرف الآخر. عن الربط الكهربائي لدول جوار العراق في موقع كتابات إعلان ولا تطبيق، حيث كتب سحبان فيصل محجوب مقالا يقول فيه: تعود فكرة الربط الكهربائي على مستوى شبكات الأقطار العربية إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما جرى ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية مع مثيلتها التونسية في المغرب العربي. لكن ماذا عن اتفاقيات العراق بعد الاحتلال الأمريكي؟ لم تقتصر محاولات العراق في موكب العمل لمشاريع الربط على هذا النحو فقط، بل تعدته إلى شروع الملاكات الفنية في هيئة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء السورية بتنفيذ مشروع الربط الثنائي مع سوريا في العام 2001، وكان العراق قد رفض في العام 2002 عرضاً إيرانياً لتجهيز العراق بجزء من حاجته الماسة للطاقة الكهربائية، بالرغم مما كان يعانيه من نقص واضح في إنتاجها نتيجة لتبعات الحصار الاقتصادي. تم الإعلان مؤخراً عن البدء بتنفيذ العديد من مشاريع الربط مع المنظومة الكهربائية العراقية،
كما تم عرض نسب مئوية لأخرى قيد الإنجاز كمشروع الربط مع تركيا والأردن ومصر عبر الأردن، بالإضافة إلى الربط مع السعودية، لتضاف إلى المشاريع القائمة حالياً خطوط النقل الأربعة مع إيران. فهل سيكون تشغيل هذه المشاريع بعد إنجازها على وفق ما يتبع الآن من شروط فنية وتجارية في مشروع الربط الكهربائي المناطقي مع إيران؟ أم ستخضع إلى أسس وطنية تضمن حقوق العراقيين بعيداً عما فرضه الجانب الإيراني من شروط ابتزاز وإذعان مختلفة في الاتفاقية الموقعة معه، والتي تمثل جانباً واضحاً للسياسة الاقتصادية الإيرانية المتمثلة بإفقار الجار لتأمين مصالحه على حساب العراق المحتل في ظل غياب بوصلة الإرادة الوطنية المستقلة؟ يتابع الكاتب: منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي شرعت مؤسسة الكهرباء العراقية بتنفيذ مشروع الربط الثنائي مع تركيا بوساطة خط نقل يربط محطة زاخو الثانوية الواقعة في شمال العراق المحطة القريبة من الحدود التركية داخل الأراضي العراقية، إذ عد ذلك المشروع ضمن خطة الربط الكهربائي الخماسي آنذاك، وجرى تشغيله تجريبياً بنجاح. وتشير المعلومات إلى أن الخط المشيد لا زال يعمل بتزويد العراق بجزء من الطاقة الكهربائية تصدر له من تركيا. الآن إلى صحيفة إندبندنت، وفيها تحت عنوان: المسلمات والبريطانيات مستهدفات بسبب معتقداتهن. كشفت صحيفة إندبندنت أن المسلمين كانوا هدفاً ل 2703 جرائم كراهية دينية في العام الجاري، وهي تشكل 45% من جرائم الكراهية الدينية المسجلة وفق إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية. ومع ذلك تتوقع منظمة MEND، وهي مؤسسة خيرية تسعى إلى التصدي للإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة، بأن المدى الحقيقي لجرائم الكراهية ضد المسلمين صار أكثر بكثير. وتنقل الصحيفة في تقريرها عن عائشة يعقوب، وهو اسم مستعار لفتاة تبلغ من العمر 27 عاماً، تنقل عنها قولها إنها تتلقى عدداً لا يحصى من التهديدات بالقتل، وكذلك توجه إليها العديد من الإساءات اللفظية بسبب معتقدها الديني. يصادف شهر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام شهر التوعية بالإسلاموفوبيا، وهي حملة سنوية شاركت في تأسيسها منظمة MEND، وتهدف إلى تسليط الضوء على التمييز الذي يواجهه المسلمون عبر مختلف قطاعات المجتمع. هذا العام دعت المجموعات الحكومة إلى تبني التعريف الرسمي للإسلاموفوبيا على النحو الذي اقترحته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المسلمين البريطانيين عام 2018. الإسلاموفوبيا متجذرة في العنصرية، وهي نوع من العنصرية التي تستهدف أشكال التعبير عن الهوية الإسلامية وما يتصور أنها كذلك. وفي حين قبل كل من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار ومكتب عمدة لندن هذا التعريف، قال متحدث باسم الحكومة للبي بي سي في عام 2019 إنه بحاجة إلى دراسة متأنية، وبعد عامين لا يوجد حتى الآن تعريف رسمي. إن عدم وجود تعريف سمح للإسلاموفوبيا ضد النساء المسلمات بشكل واضح للتغلغل في جميع قطاعات المجتمع. تقول الكثير من النساء إنهن يخشين الخروج لمجرد حقيقة أنهن يرتدين الحجاب، والأمر أكثر صعوبة بالنسبة للنساء اللواتي يرتدين النقاب، حيث يتوقعن أنهن سيتعرضن للإساءة اللفظية. جاء في تقرير إندبندنت أيضاً: بينما تتعرض العديد من النساء المسلمات للإساءة اللفظية والجسدية في الأماكن العامة،
إلا أنهن يتعرضن أيضا للكراهية على الإنترنت، غالبا ما تواجه يعقوب الموظفة في الرابطة الإسلامية في بريطانيا العنصرية على تويتر، والتي تزداد سوءا إذا ظهرت صورة ملفها الشخصي وعليها حجابها. إن 57% من سكان المملكة المتحدة يشعرون أنه ليس لديهم فهم جيد للإسلام. إلى مقال جديد، الوجه الجديد لحرب فرنسا ضد المسلمين والمهاجرين. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا لكل من الباحثين ميتشيل إديور وميغو لاغو، قال فيه: يبدو اليوم أن هناك فصلا جديدا من التعصب الفرنسي يفتح الآن، حيث أعلن إيريك زامور الحامل الأفكار اليمينية المتطرفة عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة عقدها في نيسان إبريل المقبل، وهو أعلى صوت والأكثر تطرفا للعنصرية الفرنسية اليوم. ورغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي منذ بداية الخريف، إلا أن حملته المثيرة للانقسام وجدت صدى بين قطاعات معينة من الناخبين، ولا يزال من بين المرشحين المتقدمين. زمور يرى أنه لا توجد جريمة لم يرتكبها المسلمون أو هم براء منها، فمن سبب هجرة سكان المناطق الحضرية إلى الريف بشكل أجبر الطبقة العاملة للسياقة من أماكنهم البعيدة إلى أعمالهم هو احتلال المهاجرين للمدن وضواحيها. ومن هو المسؤول عن انتشار المخدرات؟ كل القاصرين المهاجرين بدون أهلهم هم تجار مخدرات، ومن الذي تسبب بنقص المصادر؟ هو انتهاك المهاجرين للنظام الذين لا يساهمون به، وكل الحلول التي يقترحها زمور للمشكلة وكل مشكلة أخرى بسيطة. ويريد زمور تخفيض وجود المهاجرين واقتلاعهم من حياة البلد، فالبيوت التي توفرها الدولة والمجالس المحلية يجب أن تخصص للفرنسيين فقط، وهو يعني بهم البيض الفرنسيين، وهو لا يقدم تفسيراً لاستبعاده الفرنسيين المسلمين المولودين في البلد، وهذا لا يهم، فالعنصرية هي كل ما يهمه. ويعلق الكاتبان أن زمور ليس جاهل للتراث التاريخي هذا، وهو ليس ديماغوجيا بل هو كاتب ومؤرخ شعبي، ويستشهد بشكل متكرر بكلام الساسة الرجعيين في التاريخ الفرنسي وفي أثناء فضيحة دريفوس تحديدا. ويرى الكاتبان ميتشيل إبيدور وميغول لاغو أن زمور، وهو يهودي جزائري، يقدم من خلال تبنيه هذه المواقف رؤية منحرفة، ويقدم زمور نفسه على أنه صوت فرنسا ومخلصها، وتخدمه يهوديته ومواقفه المتطرفة جيدا، وبدفاعه عن الاستعمار الفرنسي وحتى مذبحتها للعرب، فإنه يقوم كيهودي بتبرئة اليمين الفرنسي من أسوأ اللطخات ويعطيه حياة جديدة، وهو يشن حربا جديدة ضد المسلمين. الآن إلى آخر المقالات، وهو منشور في ناشونال انترست. يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير من المشكلات وسوء الحظ في عامه الأول في منصبه، وربما لا يعد الوحيد بين الرؤساء الأمريكيين في التعرض لمثل هذا المأزق الذي يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي. ويقول الكاتب الأمريكي جاكوب هيلبرون في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية، يقول إن بايدن بدا مرهقاً أثناء حديثه للصحفيين في البيت الأبيض مؤخراً، وبرر ذلك بأنه يعاني من مجرد نزلة برد أصيب بها نتيجة عدوى من تقبيل حفيده البالغ من العمر عاماً ونصف عام. ولطمأنة الجميع، قال بايدن إنه يجري اختبار كورونا بصفة يومية. بايدن يحتاج في حقيقة الأمر كل الحب، حيث أنه لا يحظى بالكثير منه، حتى من أتباعه في الحزب الديمقراطي الذين يتوقعون كارثة في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ولسوء حظ بايدن تتوالى الأنباء السيئة يوما بعد يوم، ففي يوم كان الإعلان عن انتشار متحور كورونا جديد، وفي يوم آخر أتت أنباء عن مواصلة العصابات عمليات سلب ونهب محلات تجارية راقية. وهناك أنباء بشأن تباطؤ نمو فرص العمل الشهر الماضي واستمرار ارتفاع معدل التضخم، مما دعا بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى بحث إمكانية رفع أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، بالنسبة للسياسة الخارجية، يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا والرئيس الصيني شي جين بينغ تايوان، فهل يستطيع بايدن العودة إلى المضمار؟ أم أن رئاسته ولدت ميتة؟ وهل هو جيمي كارتر الجديد أو ربما أسوأ؟ وتعتبر رئاسة بايدن تراكم الانتكاسات تركزت حول عدم قدرته على السيطرة على جائحة كورونا. ويشير المدافعون عنه إلى إلقاء السياسيين الجمهوريين اللوم على بايدن فيما يتعلق بالجائحة، بينما هم يضعون العراقيل أمامه ويجعلون من المستحيل مواجهة المشكلة. وبالنسبة لأزمة كورونا، فإن بايدن ليس سيد مصيره تماما، وسوف يتعين عليه أن يأمل أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اقترحها والتي تركز على تعزيز فحص كورونا، لاسيما بالنسبة للقادمين إلى أمريكا من الخارج، إلى تخفيف حدة أزمة الجائحة. هيلبورن يقول إن حظوظ بايدن الاقتصادية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالجائحة، فكلما طال أمد استمرارها زاد خطر عرقلة التعافي الاقتصادي الوليد. لم تقتل الإعاقة شغف الفلسطيني حسام جربوع من قطاع غزة والبالغ 29 عاما، لم تقتل شغفه بمهنة صناعة بلاط أرضيات المباني رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه المهنة. وفقد جربوع قدمه اليمنى من أعلى الفخذ في إبريل نيسان 2018 إثر إصابته برصاص إسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة وكسر الحصار قرب السياج الأمني شرقية مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وعلى مدار سنوات الإعاقة عمل جربوع جاهداً على تطوير مهاراته في المهنة، ولجأ إلى الانتقال لمرحلة جديدة من مهنته وهي صناعة الحجارة الصغيرة الملونة المستخدمة في رصف الطرقات والحدائق. ورغم الصعوبات التي يتعرض لها جربوع بسبب المشاق الذي تحمله هذه المهنة، لأنه استمر في العمل بها لسببين: الأول شغفه بها، والثاني عدم حصوله على فرصة عمل في مجال تخصصه الجامعي. نتابع الآن وإياكم الكاريكاتير. وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، نلتقيكم على خير دائما، إلى اللقاء.